علي شلي. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحب سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعيش. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفيا من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا. عهدت وفات كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور. هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن. بدأ نغزر وفعلا صحيح. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. الناس إنا خلقنا خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا لكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برجاوي غيدو بيتار. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس. الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب. عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي، حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is Good. مرحبا بكم من الناس الكل وين ما كنتوا تشاهدوا فينا تتابعوا فينا كالعادة وكما جرت العادة من خلال قناة التاسعة. حلقة جديدة اليوم تجمعنا بكم في الامناف باش نتناولوا برشا مواضيع برشا معلومات واكيد برشا نصايح باش تاخذوهم. خلينا نحكيوا علم اطفال علم نفس اطفال بلوتو. اليوم باش نحكيوا على تاثير الشاشات على الاطفال. مش هذايا برك باش نحكيوا طب وطب عيون وباش نحكيوا على القرنيه او القرنيه المخروطيه. شنو هي المشاكل نتاع القرنيه المخروطيه باش نتعرفوا عليها بعديك شوي. مش هذايا برك المشاكل متواصله في المخابز ومشاكل المخابز في تونس اللي عندنا مده نسمعوا عليها. اليوم باش نسمعوا ونفهموا شنية مشكلة المخابز بالتحديد باش نحكي زادا كيف اتيكيت على العطور وفن اختيار العطور. هذا مش كل شيء باش نحكيوا فيه اليوم، لكن عنا برشا ما نحكيوا في الكوجينة مع الشيف فتحي. يا شيف اكيد عنا برشا ما نحكيوا هوني في الكوجينة. انا اليوم باش نوريكم طريق حاجات سهلين بسيطين كل حاجة. اي خاطر الوقت يجري بينا واحنا باقي نصعبوا فيها على روحنا واحنا مزروبين. فوالا الوغ اليوم باش نعمل البانكيك ملحين فاريتي مالحه وفاريتي حلو. هي معناها باش نعمل بالفرماج بالتن بالحاجات هذوك. اي باش نعمل ديسير منها. مع هذايا باش نوريكم كيفاش تعملوا كيش غوتا طومات سوريز اي تون.
يا عيني يا شيخ، لذة. عندي فكرة عليها، ذقت قبل من يديتك. ألوغ هذوما الوصفات نتاعنا سهلين وبسيطين. سهلين مهلين، يعطيك صحة شيف، ميرسي بوكو على الروسيتات البنان. ديما نقول أنا روسيتاتنا بنان وعجيب حنان، حنينين محليهم. مشكورة مرة أخرى. احنا خلينا نكتشفوا بعضنا شكون باش يكونوا أولى ضيفنا اللي باش يأثوا معنا الفقرة الأولى من حلقتنا اليوم. نقولوا مرحبا. طرحت برشا مواضيع في بداية حلقتنا اليوم، قلت باش نحكيو على الأطفال، باش نحكيو على طب العيون، باش نحكيو على تيكات، لكن زادة كيف باش نحكيو على مشكلة المخابز والخبز في تونس. على ذيك بحذينا سي محمد بوعنين، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز. سي محمد شحوالك؟ مرحبا بكم. لباس؟ لباس الحمد لله. عنا برشا مشاكل في المخابز، برشا كبيرة، برشا دوسي كبير ياسر. ظهر لي دوسي كبير وما يتحل، يحبلو باش يتحل، يحبلو باش يتحل. احنا اليوم باش نحاولوا نحلوا الشفرات نتاع الدوسي هذيا معك انت، بما انك انت اكثر واحد معني بالموضوع هذا، اكثر واحد نجم تحكي فيه معنا. نرجع لك بعد شويه سي محمد، لكن لازمني نرحب مدام احلام محمود ادريس اللي هي باحثه في علم نفس الاطفال. علم نفس الاطفال. احلام سافا؟ لاباس. ليك وحشه؟ يعيشك، هكا موجودة منورة بالأخضر يا مدام. ألو أحلام، أنا قلت في الانترودكسيون حلقتنا لليوم مش نحكيو على تأثير الشاشات على الأطفال. كي يقولوا تأثير الشاشات شو معناتها أحلام؟ هو شوف الموضوع هذا ليزيكرون بصفة عامة، الشاشات، التلفزة، التابلت، السمارتفون، توسكي، الايباد، التليفون، الشاشات بصفة عامة. هو الموضوع هذا موضوع هام، والأولياء والناس كل نحكيوا عليه، معناتها مش باهي التلفزيون، مي الولي يحكي منا اما يعطي تليفون منا لولده. يحل عندنا زاده ثقافه لدوبا نحلوا عينينا الصباح، نحلوا التلفزيون، خليه يتفرجوا فينا. نعم جوستومون ونسيت الماتينات اللي عندها الصباح. وي مي الأولياء ولا ليزادولت ما فما حتى مشكل. مي بالنسبه للاطفال هو التلفزيون والشاشات بصفه عامه، ليزيكرون، معناتها يخليو الطفل ساعه يبدلوا البنيه نتاع الدماغ، ويخليو معناتها صعوبات ومشاكل عديده عند الاطفال. منها السمنه سي اون بارل دو، معناتها منها الوليد معناتها يلقى صعوبات في الكلام، معناتها ما يتكلمش فاسيلمون اكوز دو سا، الاكتئاب، الكابه، لو ستريس، كيف معناتها الطفل يولي قليل الانتباه، يبدا مركز كان على الشاشه هذيك. انت بديت بموضوع السمنه مدام احلام. احنا نراو جينيرالمون الصغير حتى يبدا نوغيسون، حتى يبدا بيبي نوفوني، باش نوكلوه باش هو ياكل، نمدوا له تليفون، اي طلهيوه بالتليفون، والا نحطوا له تلفزه ونحطوا له كوميك ولا كرتون ولا اللي هو ونوكلوه. والله انت بديت هذا موجود عندنا الناس الكل مالوغوزمون. صح كي احنا نحطوا التلفزيون والا نحطوا الايفون ولا احنا صار نقولوا من 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 حتى الثلاث سنين انترديكسيون باش لا تلفزه، ما فماش شاشه سونز ايكرون، ما يلزمش فما الطفل نحطوا قدامه تلفزه او شاشه أي كان، اي شاشه مهما يكون. ومش كلامك هاو، بس احنا كي نقولوا هكا الناس سي تيوريك بون اوكي باهي تو ما نحطش ومن بعد يحط. نو نو، هذايا قبل ثلاث سنين اول حاجه هو فما نشاط قوي للدماغ، الوليد يتعلم باسكو كي نتولدوا الناس الكل عندنا نفس ميم لو بوا، الوزن نتاع الدماغ ونفس ايماتوريتي، معناتها الدماغ يتولد ماهوش ناضج. اما شنو اللي يخليه ينضج؟ شنو اللي يخليه يتعلم؟ شنو هو لا ستيمولاسيون، هو اش يقع التحفيز اللي يقع في العائله. معناتها انت تحط التلفزيون ديجا، فما ابحاث تقول لك نصف ساعه تلفزيون تحطها قدام الوليد، هذيك الساعه تنقص له ما بين 500 و 1000 كلمه في نصف ساعه ولا ساعه، باسكو دوبا تحط التلفزيون انت ما عادش تتكلم مع ولدك. هو الطفل باش لا ستيمولاسيون تقع له، باش الدماغ يولي ناضج، هو بالتواصل ما بين ما بين الام ولا العائله، مي سورتو الوالدين والطفل هذاك. هذيك قد ما تتكلم، كيف ما انت مش تكلم ولد، مش توكل ولدك باش ينمو جسديا، الدماغ باش مش ينمو بهاك الكلام بستيميلاسيون. الكلام ديما مدام احلام يقول لك توا ساهل الكلام،
لكن سيغ تيغان على ارض الواقع ما نطبقوش. ايش نفسرهم؟ شنو يمثل الحاجات اللي قاعدين نعملوا فيها كوتيديانمون بدرايه او بغير درايه؟ شنو تنجم تاثر على صغيرنا نهار اخر؟ انا هكا حكيت لك معناتها شنو ما الصعوبات اللي تقع على الطفل حتى معناتها في النيفو معناتها سكولير النتائج نتاعو معناتها تبدا ناقصه. كنقولوا احنا تويكا يا بوكو دونفون ايبر اكتيف اللي معناتها شوكي ما احنا في اللغه العاميه نتاعنا اجيتي يهيرش عليه هذاك الكل. باسكو شنو يقع هو دوب الطفل يتلقى معناتها بين 5-7 سوايع يوميا شاشات، تقع امانسيسمون ضعف في الجزء الامامي للدماغ الكورتيكس اوربيتو فرونتال والفيس معناتها والشيخوخه نتاعو قبل الوقت مبكر. الكورتيكس اوربيتو فرونتال الجزء الامامي هذا للدماغ شنو هو الرول نتاعو؟ هو كيفاش يخلينا كيفاش السلوك نتاعنا في المجتمع، كيفاش احنا العواطف نتاعنا العاطفه وكيفاش تتعامل اي سورتو سلوكنا في المجتمع الاجتماعي. معناتها انت قبل ما تعمل حاجه الجزء هذاك البارتي اللي في الدماغ هذيك تقول لك نو اهدى وخمم قبل ما تغياجي. علاش نشوفوا فما اطفال في ساعه يتغشوا يوليوا ديما على ينفعلوا برشا ينفعلوا. علاش؟ باسكو وقعت معناتها امانسيسمون ضعف في الجزء الامامي للدماغ. انت جيتني للانفعال مدام احلام، فما صغار كي تنحي له التليفون يدخل في حاله هستيريه اوبسيسيون كامله ادمان ونقولها ونعاودها ادمان على الشاشات على السمارت فون على التابلت على كل ما هو شاشه. يعني عادي يتيح لك صغير يتسكك لك تنحي له التليفون؟ سي نورمال. شوف كيف هو كي تبدا سورتو علاش نقول لك الصباح ما يلزمش فما لا شاشه لا تليفون لا حد شيء، معناتها لا تلفزه لا تليفون لا حد شيء. هو احنا شنو التليفون يخليك فما سكون ابل فما اورمون في المخ هي الدوبامين، هي هذه الاورمون هذه نتاع السعاده والمتعه. معناتها قد ما تتبع قد ما انت تقع معناتها ماذا بيك تزيد. كيف ما واحد تحط له صحن حلو ولا شوكولاته كل ما تاكل شويه ماذا بيك تزيد شويه باسكو لا سيكريسيون الدماغ قاعد ينتج في الدوبامين هذه اللي هي معناتها تخليك في نشوه. سي لاديكسيون هو الادمان. دونك انت كي تحط لولدك التليفون ولا قبل ما يمشي للمكتب ها مش نعطيك معناتها التو دو دوبامين ياخذها اكل اللي يتبع فيه معناتها ديسانيمي ولا حاجه فما اكسيتاسيون فما معناتها تفاعل كي يمشي يدخل القسم باش يحس الدماغ ما عادش يعطي هو الدوبامين. كيف ما واحد مش يقول لك معناتها حاجات تشجعنا باش نمشيو مثال مهما يكون نعطيك اكزرسيس مثال في وسط القسم فما اطفال يكملوه مهما حتى لو كان يلقاو صعوبات. فما لو اطفال الا يقلق اول صعوبه علاش يقلق؟ باسكو الدوبامين ماهيش ناقصه في الدماغ نتاعو وهذا علاش من اسباب اقوى حاجه اللي هي الشاشات اللي نعطيوها لاولادنا. كيف ما نقولوا زاد الطفل التوحد لي زونفون سورتو لي سيندروم اوتيستيك لي زونفون دي ليكران دي زيكران بالاخر. معناتها الطفل الا من الصبح لليل تحطه قدام تلفزيون وهذايا عادي جدا في العائلات نتاعنا سواء قدام تلفزيون والا تجي من الخدمه الام تعبه ولا هي عندها ما تعمل دونك تحط باش تسكتوا تحطوا غادي تلي ولا تليفون يلعب دونك شنو زيد معناتها كي الوليد هذاك يقول لك باهي انت هكا يسمع في الكلام انت تقول لي معناتها مش يولي عنده صعوبه في الكلام ما يخلطش باش يتكلم في وقته والكل انت هكا يسمع في الكلام من الطفل دوبا هو يسمع اسكت يتفاعل مع التلفزيون ولا مش يتفاعل دونك يتلقى وما يتفاعلش مش قاعد يرد في الفعل مش قاعد دونك وقتها شنو هو الكلام اللي قاعد مش يسمع مش يولي والله لونفون سامحني ابسون بريزون ابسون حتى كي تعيط له ما يتلفتلكش حتى مش تنجم تقول انا مش نحل التلفزيون عندي مسلسلي ولا عندي دوكيومونتير ولا عندي حاجه ولدي هكا يلعب نو حتى هو يلعب قاعد يسمع في التلفزيون وهذا اللي يخلي الطفل معناها حتى لا سيبستونس بلانش معناتها الا في الدماغ اللي هي تخلي معناتها تخلينا معناتها فما نتعلموا بها الساعه اون بليس حفظ المعلومات وتبادل المعلومات زاد تنقص في الدماغ ما عادش تنقص. انت حكيت لي هنا الصغير يتفاعل مع التلفزه انا نرى فما برشا صغيرات
يوليو يتكلموا كأنهم كوميك، يتقمص شخصية الكوميك وتنجم تمشي به لبعيد أكثر. راو في صغار، راو في حوادث على الفيسبوك، هذا رمي روحه من الشباك مشي بالو سبايدر مان، الآخر مشي بالو باتمان. يتأثروا ياسر بكل ما هو لي جو إلكترونيك اللي موجودين على التليفون، وتعلمهم برشا فيولونس، تخليهم برشا أجريسيف الصغار، وفما برشا نقص رقابة. مدام أحلام، صحيح صحيح، هذا كلامك صحيح صافية، يعطيك الصحة. هو الوليد باسكو كيف ما قلت لك الدماغ يبدا لا ماتوريتي نتاع الدماغ نتاعنا تبدا من 6 7 8 ans لما النضج. انت الوليد كي تعطي تحط له سوبرمان ولا سبايدرمان ولا ويعمل في العميل معناتها كلها ويتنقز من فوق ويشح عليهم ويولي يتكلم كيفهم زاده بلغه الكوميك، يولي يعمل حاجات اللي يعملوها هو باسكو سون سيرفو معناتها الدماغ نتاعو ماهوش ناضج، ما ينجمش يشوف شنو الخيال معناتها ان في با لا ديفيرونس مونتخ الواقع والخيال. دونك اي دوكو يشوف حاجه هو بيدو يحب يعملها، وهذو ما لي زاكسيدون واقعه وكل يوم نشوفوا فيهم. يقول لك باسكو تبعت شاف حاجه في التلفزيون ولا في التابلت ولا في التليفون ولا دونك يحب يعمل كيفه. انا ما نقولش شوف تقول لي انت علم تقدم داكور تري بيان جو سوي توت افي داكور افيك فو، مي او موا كي انا نحط ولدي قدام التلفزيون نجموا نتعلموا منها التلفزه ساعه وقت معين، اون بليس نقعد معاه تنجمك الحلقه ذيك ولا الديسانيمي ذيك ولا الفيلم هذاك ينجم يكون معناتها ان اوكازيون باش انا نقاش وتبادل ما بيني كوميونيكاسيون اللي هي حاجه مهمه ياسر. مدام احلام، انه الصغار هذوما عندهم مونك كبير نتاع كوميونيكاسيون، يعني تخرجوا مك الوقت اللي يقعد فيه قدام التلفزه ما تلقى ما تحكي مع صغيرك فارغ، حتى ما يتناقش ما يحبش يحكي معاك اصلا، ما يحبش باسكو هو تويكا عنده المتعه نتاعو هي التلفزيون. وديما نقولوا باهي كي تخلي الوليد وحده يلعب ينقز يشد كتاب باهي باهي خلي يقلق، باهي كي الوليد يقلق شويه يولي يعمل دونك يولي عنده الخيال ينمي يلوج الخيال على حاجات اخرى، يلوج على حاجات يخمم في حاجات. دونك التلفزيون تخليه ما عادش وحده وتقص عليه معناتها تو كونتاكت افيك لي موند اكستيريور، معناتها هو تكفي بهذاك يتلقى ما يعطي حد شيء، ما يتعبش ما يعطي حد شيء، يتلقى وكهو. هذا الكل يخلي الدماغ نتاعو ما ينموشي كيف ما بقيت الاطفال اللي هما معناتها في محيط عائلي وفما ستيميلاسيون وفما لونجاج وفما تبادل وفما تواصل. دايق فما معناتها وقعت عديد الابحاث في حطوا ام بجنب ان بيبي ولدها وقعد دونك البيبي ما يحكيش يلاغي هو يلاغي والام تتفاعل معاه باسكو التلاغيه هذيك سي اون سورت دو كومونيكاسيون الوليد يحكي معاك دونك الام تتبادل معاه وهو يضحك ويعاود ويقدم. بعد هزوا الام تلفتت بعدت عليه شويه قعد البيبي قعد يستنى في امه وقعد باقي عنده نفس معناتها الحب هذاك نتاع التواصل مع امه. جات لهم قالوا لها فوالا تقعد تون بوش با معناتها هو يلاغي وانت تسكت ما تعملش ما تعمل حتى ما تتفاعلش معاه. دونك لاغى الوليد لا بروميير لا دوزيام ما قاش تفاعل قام يسيح ويبكي وتغشش. دونك لا ميم شوز اللي احنا نعملوا كي تبدا قدام تلفزيون والا تخلي ولدك الايباد وحده ولا في التليفون وحده. ومع توا نشوفوا لي ريزو سوسيو مع المشاكل انت تنجم تحط له يوتيوب تحط له حلقه نتاع ديسانيمي اللي يحبها، مي الولاد دونتخ تون ينجم يعمل اللي يحب اي تومب سيغ ان سيت ولا حاجه معناتها هي حاجه ماهيش باهيه. في هذا الكل نقول لا ليميت لا تيليفزيون سي توجور تو كونترول حتى من بعيد، اما تابليت وتو سكي ريزو سوسيو نو. وفما اوقات مش ما تعطيش حتى الثلاث سنين ماذا بيك لا اي جيتك انا الان عمر نقعد هكا صغيري ما نعطيهش تابلت او سو كونترول، يعني نعطيه تو انا مثلا اختي مع ولدها تحيه ليهم بالوقت تعطيه تليفون مثلا توتو لون دو لا سمين ما عندوش الحق يمس سمارت فون، في الويكاند سامدي عنده كيما نقولوا ساعتين العب فيهم كومونيكي مع اصحابك العب سيغ بورتون ماهوش صغير صغير يعني حتى متقدم شويه في العمر. ما نعرفش صحيحه هذه ولا لا مدام احلام؟ صحيحه
شوف هو حتى التفاسين كما قلت لك باسكو الوليد وقتها النمو نتاعو معناتها وقتها يحب ليه حاجته باش يكون يحكي معاه باش حتى الفوكابيلير معناتها حتى دي زيكسبيريونس الاولاد مجموعه اولاد ما يتبعوش ني شاشه ني شاشات الكل نو وبالوقت حتى لو كان اي اطفال لا على طول وحتى في الفوكابيلير معناتها حتى الاكسبرسيون معناتها كيفاش انت تتواصل كيفاش تحكي اللونجاج نتاعك ريش ولا لا قاو الاطفال لا بيان سور قدام التلفزيون وبقيه الشاشات ما عندهمش ني فوكابيلير ما يقدروش يتكلموا وهذيك سي اون فريستراسيون باسكو انت كي ما تلقاش الكلمات اللي تحب تقولهم ولا تحب معناتها تتواصل بهم مع المجتمع بصفه عامه مش قاع لك فريستراسيون باغ كونتخ الاولاد الابعاد ولا هما معناتها يستعملوا في الكتب معناتها شوف الكتاب مهما يكون بما انه الكتاب ولا هو بيدو يتقرا على التليفون وعلى وعلى السمارتفون ولا التابلت جون كوراج سي بيان مي سان ريان افواغ افيك توشي نتاع البابي كي تمس البابي حاجه اخرى شغم اخر فما عمل الايفون نسيت اسمه بالضبط توني فاديل حاجه هكا قال جي كريي ان مونستر انا اكتشفت ولا صنعت غول وحش وقال معناتها هو اللي صنعوه معناتها قال معناتها ماذا بيكم تبعدوا للماكسيموم وانا ولادي جامي جوسكا مانو اولادي ما نعطيهمش ني تابليت ني ريان دي تو وقتاش نجم في اي عمر صغير نجم نحطه قدام تلفزه او ياخذ وقت معين قدام تلفزه ولا حتى نمد له سمارت فون ولا تابلت فين عمر؟ شوف هو حتى من 3 سنين كيف ما قلت لك من بعد 6 سنين كونترولي نصيف ساعه ديزون ساعه اون تو بور تو الشاشات الكل مادام احلام 5 سنين حافظ كليبات الرابوريت الكل حافظ المسلسلات الكل كوميكات الكل اما 6 سنين باش نعطيك حاجه شنو انا كل يوم يجيوني يقولوا لي مدام مشاكل زادت عند الاطفال بيان سور مشاكل عليه زعما هذا الكل غياب هو شويه من العائله والحاجه اسهل حاجه انا باش نلهي ولدي الا نعطيه تليفون بو ما معناتها تليفون خلي يسكت قلت له والله جو بريفير يقعد معايا في الكوجينه ويقنقن ويفدك فيا بالعكس التفديده هذيك ان بليزير ومن بعد تو تتمناها تقول ماذا بيه ولدي مازال 5 و6 سنين و3 سنين واحد ويقنقن عليا مي او موا معناتها نتائجهم حتى من بعد في المكتب هما شخصيتهم نحي نتائج نحي شخصيه التلميذ لا بون استيم دو سوا سون ايدونتيتي تتكون في كل العوام هذيك دونك اتلهوا بولادكم حطوهم في الكوجينه معاكم ما يسالش يعملوا غسيت يعمل حاجه سيب خلي خلوض لك الدنيا مادام احنا تو الام هي عندها اديكسيون للسمارت فون ولي ريزو سوسيو تي الام بيتها تلقاها في الكوجينه حتى الانستغرام وتسمع في ديريكت نتاع دراسكو كيفاش تلوم عليه الصغير لهنا شنو نبداو بروي احنا ذا اللي قبل ما نلوموا على الصغار لهنا شو اذا جبنا احنا معناتها سون زونفون اعمل اللي تحب سي سا سي تا في وانت حبيت تعمل كيكا لا حتى هما حتى بوغ لادولت معناتها لانيميغ بلو لا تسيبها معناتها الشاشه تخليك معناتها ما عادش يجيك النوم دونك انت ما عندكش اولاد اعمل اللي تحب انت حبيت تجيب حبيت تنجب في هالسير فما حاجات اللي يلزمك تتبعهم ما فيش معناتها ما دونك حتى الست سنين وقتاش تبدا تعطي وتسو كونترول افيك موديراسيون 12 سنه اي سو كونترول وديجا عمر حرج ياسر ابارتير من 12 سنه بدنا نحكيو على بدايه المراهقه شوفوا شنو تاقع شوفوا الوليدات اللي عملوا الجو هذاك اللي قتل الاولاد معناتها الحوت الازرق به مدام احلام لهنا يقول قايل وقتاش نفيق بصغيري عنده مشكله سيريوز يعني بدينا نحكيو على مشكل حقيقي مع الاديكسيون او مع الادمان على الشاشات بانواعها وقتاش نقول يلا هنا لازمني نتدخل كما قلت انت قبلي كان نحي له التليفون يقوم يسيح يتسكك اون بو با فيفغ ما عادش ينجم يقعد بلاش تليفون في يده ولا تلفزيون لا ليميت مي تليفون ولا ايباد ما عادش اون بلوس معناتها الكومبورتمون نتاعو طبيعته تبدل انزوائي انطوائي عنيف العنف ما تنساش العنف ليبر اكتيفيتي معناتها ما عادش يركح حاجه ما يكملهاش ما ينجمش يكملها باسكو هو مخه والا ياكل وشد التليفون معناتها عده حاجات اللي تخليك من حتى الخمسه سنين تحس من بعد الخمسه سنين يوغا دوتر بروبليم كي سون بسيكولوجيك سكولير
سكولير النتائج نتاعو اندماجه في المجتمع، اندماجه في المجتمع، عنفه، العنف اللي يسلطوا على الاطفال زملائه بعد يحب كان وحده كيف ما قلت انت يا اما، وفما حتى اللي يتكلموا الكلام نتاعهم باللغه الفصحى هو سي بيان، مي يكلمك كيف ما يتكلم كوميك. يسمع ديسانيمي بالضبط اكزاكتومون، يقول لك انا وفي هذاك صحابه يضحكوا عليه مش تولي مشاكل نفسيه، معناتها يوغا بوكو بوكو دو بروبليم اكوز الشاشات هذيا لا احنا كاولياء احنا سبب فيها. بي احنا سبب كاولياء معاك مدام احلام، لكن فما مدارس خاصه تقرب الشاشات الذكيه اليوم، يعني اعتمادا يعني لاديكسيون نحيها له في الدار يمشي المكتب يقرا بها. مش هذيك ولي جاردان دونفون بالتلفزيون معناتها بلي بروجيكسيون بلي بروجيكسيون بالتلفزيون. شوف هاني قلت لك احنا مانيش مش اون فابا معناتها نقولوا نو هذيك نو ابدا وهذا نو، الفو فيغ سا مي دون فاسون مودوري. الشاشات الذكيه سي اوتخ شوز، وما فما انتراكسيون ما بين المعلم والاطفال الحقيقه، معناتها باش تستعملها توت لا جورني معناتها من الصباح معناتها خمسه في الحقيقه سي تي برشا بور لي سيرفو دو لونفون وعينيهم زاده وعينيهم ما حكيناش على العينين بون سا سي اوتر شوز معناتها كلهم اطفال انت لاحظت كنت لاحظت كلهم باللونيت احنا معناتها لا لوميير بلو تاثر ديريكتومون على العينين معنا دكتوره بعد تحكي لكم نحكي مي معناتها كي تبدا فما انتراكسيون مي ماذا بينا با توت با توت لا جورني با داكوغ العلم باهي والكل والتطور باهي باهي هايل، مي زادا يلزمنا نشوفوا احنا الحاجات هذيا بارابور النمو الدماغ عند اطفالنا ولا ماتوريتي والنضج نتاعو معناتها هو الاساس افون 6 ans تو سي جو افون 6 ans قبل 6 سنين حياه الطفل مستقبله شنو مش يعمل من بعد تو شنو الا احنا تويكا عايشينه كادول هذاك هو نتيجه معناتها شنو تعلمنا برشا وشنو لا ستيميلاسيون اللي في العائلات نتاعنا. حاجه نختموا بها معاك مدام احلام، احنا نقولوا مثلا لصغارنا ولا العباد الصغار اللي في العائله احنا ما تربيناش، نقول لك انت ما انت كان جيت تربيت في عهد السمارت فون وتابليت وغيره وليزيكخون راك انت بيدك هكا ميساج للاولياء اللي لازمهم يكونوا ويقوموا بالرقابه على صغارهم. نختموا به الحوار معاك مدام احلام. شوف ويني هاي قبلتك هاي. شوف انا بيدي وليا وعندي اطفال معناها مي يعيشكم فما حاجات اذا جبنا وليدات يلزمنا اون دوا اسيومي انه مستقبل اولادنا في يدنا احنا، مستقبل بلادنا في يدنا احنا، باسكو لا باز اذا انت تحط مش تبني شاتو مش تحط له دي كولون خايخين عرس خايخين مش يتيح الكل، دونك يعيشكم مثال نخليو وقت لاولادنا في الكوجينه، ما هو ما عندكش وقت ويلزمك تمشي الكوجينه ويلزمك تطيب ويلزمك وليداتنا معانا، حط له في بلانش خليه يعمل ديسان، خليه يمسخ الدنيا ما يسال سي بيان، خليه يمس الطماطم، خليه يمس الفلفل، خليه يمس وانت معاه سي بيان، احسن من لا تعطيه تليفون ولا تحلو تلفزيون وتقول له عيش وحدك هكا انت والتلفزه من بعد مش تقع لك مشاكل وتولي وتقاسيه في التوحد، في طيف التوحد، في قله الانتباه في القسم، في طول المشاكل الكل معناتها اندماجه في المجتمع، مش يولي طفل منزوي، مش يولي طفل معناتها ما عندوش خيال، عنيف، دونك هذا الكل في يدنا احنا، علاش نوصلوا لذاتنا باش من بعد يوليوا عندهم المشاكل والصعوبات هذه في المجتمع، وفو سافي بعد معناتها مش توليوا عند الاختصاصيين، الاخصائيين، وهذا اخصائي علم نفس، هذا اخصائي في النطق والسمع، هذا اخصائي اكوثيرابي. دونك هذا الكل نجمو احنا نتفاداوه اون ليزيفيت غراس حاجه واحده نتلهاو بوليداتنا ونحيو عليهم الشاشات، والا في وقت معين نخليو ما يسالش نخليو التلفزيون صيف ساعه مع احنا معاهم ونتناقشوا نخليوها كيف ما معناتها ايشونج نتاع حتى ايموسيونيل مدام ايموسيونيل والعاطفه معناتها انا كي نحكي كتاب لولدي نبدا محملته مش شدته، باغ كونتخ كي نحطوا قدام تلفزيون حتى الكوتي معناتها الجانب العاطفي اللي ينعدم مستحقه ويلزمه باش يكمل حياته وينمي شخصيته منعدمه تماما. يعطيك الصحة بالله يعيشكم، نحيو لو ماكسيموم الشاشات بجميع انواعها. يعطيك الصحة مدام أحلام محمود إدريس باحثة في علم نفس
الطفل. ميرسي بوكو على المداخله هذه، ان شاء الله يكون المساج وصل والمعلومه اي سورتو نصيحه مشكوره. مدام احلام محمود الدريس شافت حيا. مرحبا. الوغ انا هنا معاك. اول حاجه باش نبداها باش نخلط البانكيك هذايا اللي باش نعملو بالبيبي دو شوكولا، باش نعملو ديسير ومن بعد باش تاكلوه بالطبيعه بالمعجون، المعجون تاعي سيكام. الوغ باش نبدا بالسكري ومن بعد نعمل السالي، خاطر السكري نجمو ناكلوه مش سخون، لكن السالي يلزم يتاكل سخون سخون، خاطر فيه جبن وفيه معناها فيه اكثر مكونات. هنا نجي ناخذ لي بيبيت دو شوكولا، راهو مش على خاطر بانكيك فما روسيت وحده نمشيو عليها، هو ديجا فيه 3 روسيت البانكيك هذا، وحده للغوفر، وحده للكريب، وحده للبانكيك. الوغ نجيو نحطوا العظمه، نحطوا 3 مغارف زيت، زيت نباتي عادي مش اكثر من 3 مغارف. ديما نحترموا الروسيت، كان باش نبدلوا حاجه نبدلوها لكن نقعدوا باقي في نفس المقادير. الوغ هنايا نجي نصب 300 ملي ماء، هذوما نخلطهم مليح مليح ونعديهم للقلايه نتاعي باش نطيبهم، ومن بعد نلقاوهم بانكيك فوق الطاوله نتاعنا، هذوما باش يكونوا قلت لك الحلوين. نكمل انا نطيب هذوما صافي، ومن بعد نخلطوا السالي مع بعضنا على خاطر فيها خاصيه تخليط السالي، اوتون الحلو ما فيهش برشا خدمه معناها ساهل القدان نتاعو، اوتون سالي لو فات اللي باش نزوز له حاجات اخرين فيه شويه خدمه. انا خلي الكلمه وبعد نرجعوا مع بعضنا. واضح يا شيف تحيه، ميرسي بوكو ليك. احنا خلينا نمشيو نكتشفوا ونتفرجوا مع بعضنا ايش عندهم جديد. طبعا ليبرتا فياج على سلامتكم احباب ليبرتا وين ما كنتم، توا على موعد كل عاده متجدد مع ليبرتا اللي تعطيكم جديد. اليوم باش نحكي لكم على عمره الرفاهه جيم، لكن قبلها نحب نذكركم بعرض لحظه 8 نوفمبر واللي تم فيها اضافه 10 مقاعد اضافيه مع امكانيه التقسيط يوصل لحد 10 اشهر بدون فائض بنكي. نرجع لعمرتنا، عمره الرفاهه جيم اللي باش نحكيو فيها على نزل أرائك غزة مكة. اللي ما يعرفوش الفندق هذا كان قبل سابقا هو جراند مكة، واللي كان ديما كل عام موجود ومتوفر في طبعا في برامجنا. المميز انه النزل هذا من فئة 5 نجوم، يبعد حوالي 750 متر على الحرم المكي، طبعا سيرا على الأقدام، وهو أول فندق بعد الانتهاء من العمرة من ناحية المروة. يتميز فندق أرائك الغزة مكة المكرمة بخدمات 5 نجوم كما قلنا، راقية وغرف مريحة واسعة مع خدمات موجود فيها حتى الواي فاي. نعرفوا أن المعتمرين يحبوا يكونوا معناها بتواصل مع عائلاتهم، إن شاء الله ديما مرتاحين يا ربي، وهذا خممنا في الديتاي الكل. دونك أدرجنا فندق أرائك الغزة مكة في برنامج العمرة رفاهة جيم لتسهيل القدرة الشرائية لضيوف الرحمن بسعر منخفض ومعقول مقابل خدمات 5 نجوم. طبعا يظهر لي كي نحكيو على المسافه نتاع 750 متر، اللي يبدا متشوق باش يصلي ومتشوق لاداء مناسك العمره، تقريبا مسافه 750 متر ماهيش باش تكون بعيده بالكل، معناها قريبه، تعتبر قريبه جدا من الحرم المكي، ومسافة معقولة. ونعاود نذكر أنه فندق أرائك الغزة مكة يتميز بخدمات راقية وراقية جدا. نجيو توا قديش، وهذا ديما السؤال اللي يتسأل دائما، هذا الكل أبغتيغ من 3,449 دينار. طبعا نذكر أنه رحلاتنا دائما على الخطوط الجوية السعودية. اللي يقول العمرة يقول ليبرتا، واللي يقول العمرة مع ليبرتا يقول الصدق والأمانة والثقة. طبعا نذكر ديما أنه فما معناها معانا
مرافقين ثقات ديما فما اذا كنت تحبوا حتى المرافقه راهي موجوده من مكاتبنا في تونس الى الشوبينغ في مكه المكرمه او في المدينه المنوره، رانا ديما مرافقينكم وديما ليبرتا ديما هذيك كلمتها تقول معتمرين في ممو عيننا. نمشي وتوالي فقره ماذا قالوا عنا. أختنا نجوى طبيب تقول ربي يطعم الجميع إن شاء الله، اللهم آمين يا أختنا نجوى ليك ولكل من هكا متشوق ويحب يمشي للعمرة ويحب يكمل عمرته إن شاء الله. شيراز بن سليمة تقول ما شاء الله ربي يبارك فيكم، أفضل عرض على الإطلاق، ربي يبارك لك أختنا شيراز وإن شاء الله تمشي معنا وتشوف العروض هذه على أرض الواقع. نادية تقول ربي يبارك لكم ليبرتا، أحسن عمرة وأحسن ناس، ربي يكتبنا إن شاء الله عودة وعودات مع ليبرتا، ربي يكتب لك العودة أختنا نادية إن شاء الله. سي عبد القادر دريدي يقول ليبرتا غنية عن التعريف، الدليل الصوت والصورة والمصداقية بالبث المباشر. أم مروة تقول أحسن عمرة مع ليبرتا. وبفعلا وباش نكملوا بالكومنتير هذا ونقولوا احسن عمره مع ليبرتا، نذكروا انه عمره ليبرتا هي الاقرب الى الحرم المكي بدون منازع، ونشوفوا هذا في مختلف عروضنا، وما زلنا معكم ان شاء الله في لقاءات، نذكركم نتلقاونا في لايف مرات على المباشر من مكه او من المدينه المنوره واكيد من مكاتبنا في تونس، طبعا بث مباشر كل يوم، عنا فريق كامل في انتظار استفساراتكم وأسئلتكم وينتظركم وبكل رحابة صدر يجاوبكم إن شاء الله. معتمرين في ممعينينا ليبرتا، الثقة والصدق والقول في والقول طبعا والصدق في القول والعمل. إن شاء الله نتلقى معكم في فرص أخرى. عفيفة بوكيل جويدة نحييكم، ما بقى لي إلا باش نقول لكم في أمان الله. هذايا دونك اللي كنا نشوفوا فيه، هذايا هو جديد ليبرتا فياج، الناس تحب تاخذ اكثر معلومات تتصل بهم على ارقامهم في تونس وخارج تونس والا على صفحات التواصل الاجتماعي والا كيف كيف على لوغ سيت ويب. احنا خلينا نتعداو ديريكتومون مع سي محمد بوعنين اللي هو رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المخابز. قلنا في بدايه الحلقه سي محمد مشاكل المخابز ومشاكل الخبز كل شهير شهرين اي عنا اضراب المخابز، ما فماش خبز في تونس الكل، عليه شم ان شاء الله خير. اول حاجه على خاطر الخبز رخيص، اي وكان جاء الخبز يتباع في بسومو ما كانش تصير مشاكل. الدوله تحب تدعم الخبز وعندها حق خاطر عندها باب زوا ولا لازم تدعم الخبز. واذا كان يزيد يغلى الخبز ما عاد حتى حد البلاد لا فما عباد عايشين بخبزه وباكو حليب ولا خبز وحرام. التونسي يمسوا كل شيء كان في الخبز راهو. كل خبز. يجي في الليسانسي هكا يكون في اليد معاك في الزيت. الا الخبز. وهذاك علاش صارت يصير اشكال مع الدوله ومع المواطن، الدوله ما عندهاش باش قاعده الدعم في الخبز قيمه كبيره ياسر. الخبز كعبه بقات تكلف ب 450 ولا ب 500 ملي. حسب تقريبا قداش تكلف الخبزه على 500 ملي كعبه 500 ملي الباقيت على صاحب المخبزه. لا مش صاحب المخبزه، على الدوله. على الدوله، اي انت واحنا تكلف علينا 260 ملي. قداش؟ 260 ملي. لا توا تتكلف عليكم، نحكي لك انا كماتير بريمير، مش نحكي على الدعم قداش الدعم فيكم على شكاره السميد والفارينه الدوله، بدك تنجوها من بعض. انا الدعم تكلف عليا 260 مليم حسب الاسعار اللي موجوده تو. حسب الاسعار اللي موجوده تو. لو كان تحب الدوله القمح واحد والفارينه تاخذ فيه الكيلو ب 3300 دينارات، بان فيه احنا بلاش فلوس وتزيدنا مع فوقنا. معناتها تخسر في هذاك تعويض كبير ياسر ما نحكوش عليه. اما انا نحكي لك على الخبز احنا نصنعه تعطينا كلفه كما تعطي اي بشر تعطيه حاجه قول اصنع حالي. واضح. احنا تعطينا فرينه وماء وملح تقول لك بربي اصنع لي 10 ملايين خبزه كله. واضح. نصنعها لها، هذيك هي عملتها درستها وصنعتها واحنا وياها تتكلف كما نقول احنا الكعبه باقيت 260 مليم. تقول لك انت بيعها ب 190 تو 60 مليم نعطيهم لك انا. ومن بعد؟ ومن بعد هي تبدا علينا وتخلينا. واضح، هاني رجعت لك للنقطه هذه بالضبط. اي.
سأجي نبدأ أول حاجة. أنت اليوم سي محمد، هل الغرفة الوطنية اللي أنت تنتمي لها، اللي أنت رئيسها على باس لأصحاب المخابز، إسكو تمثل المخابز المصنفة والغير مصنفة ولا لا؟ لا لا، أنا نمثل المصنفة فقط. كنقولوا مصنفة شنية؟ أي أنا مش هذيك، هي ما كانتش غير مصنفة، هي كانت، هي كانت صار فراغ في البلاد. جماعة المرتبات عندهم يبيعوا في البريوش وفي الفاي وفي القطو، ما يتباع لهمش في البقايا اللي فيهم الشعبيه، ما يتباع لهمش. دونك نعاودوا انا ياخذوا الفرينه نتاع البيتيسيري، على خاطر فرينه البيتيسيري وفرينه المحبزه كي بعضهم، كيف نحكي كيف فرد نوع، ياخذوه يصنعوا به الخبز باش يجلبوك انت تاخذي من عندهم الخبز لهم، وتاخذ بياسر الحلويات. باهي، جاتك النقطه مهمه زاده محمد. سي محمد لهنا تو عمرنا ما سمعنا بالمخابز الغير مصنفه اضربت والا تشكت، بورتون ماهيش مدعمه، ماهيش تحصل على الدعم. قاعدين نراو كان في المخابز اللي تدعمها الدولة واللي هي مصنفة هما اللي يعملوا في الإضرابات. هاني باش نجاوب، باش نجاوب جواب صحيح. هي تشري في الفرينة، شكارة الفرينة تشري فيها كيما نقولوا توسع حاضرة كيلو ب 650 ملي. 64 دينار شكارة. 64 دينار و 65 دينار. تقريبا. واحنا نشرو فيها بلاش، تقول أنت كيفاش؟ ب 24 دينار في بالي تشريو. ب 24 دينار ويرجعون عليها. اكزاكتومون. لكن هو أنا شكارة متاعي قنطار متاعي يجيب لي 550 كعبة باقات. أي. هو تجيب له 850. شنو يتفهم تلاعب في الميزان لهنا؟ في الميزان، أنت كي تمشي تاخذ كعبة باقات، الكعبتين باقات كعب ونص متاع احنا متاع هما بكعبتنا احنا. يعمل لك كعبة باقات كذلك، وهي الأستاذة بيدها شافت العملية. صحيح. حاجة مش نورمال ما تعرفيهاش أنت، هذاك أنا نعتبره تحية على المواطن. خاطر حزن كيف يؤذن كيف نحن وترى واخده ما نجمش، هو يبيعها ساعه الحاجه 250 ولات ويوزنها باقل، هذيك تكلف 450 تو كعبه باقات. هو يبيع فيها يبيع فيها تتكلف له لا هو هي هو اللي كنت تكلف 450 ملي، وهو حتى باش يبيعها يقلق فلوس. انا قلت 300 كعبه باقات في ال 250 يجي يربح فيها يجيب 100,000 فرنك ولا قداش. دونك يعني مش باش يقلقوا يعني لهنا، حتى كني يبيعها ب 250 ما يقلقوش. هو ما يقلقوش. ربح في الميزان. لا هو ما يقلقوش خاطر اي والله حتى ينقص في الميزان ويزيد في السوق. يعني حق باقيت نقولوا احنا من الكوشه التقليديه الكوشه المصنفه اللي انت تتبعها سي محمد 190 غرام. 190 غرام وفي الكوش الاخرين لا لا 220 غرام 220 غرام. اي وفي الكوش الاخرى 150 غرام ولا 140 غرام. يعني فهم 100 غرام 100 غرام هذيك ال 100 غرام هذيك تكلف ب 150 فرنك كما نقولوا احنا ولا 140 فرنك. اللي هو هامش الربح نتاعكم نورمال. هذوك مش هامش زادوا ربحهم. خلف هذا هما حاجب مش كيربح هذاك وباش يربح من كعبه الملفاي من كعبه البريوش، لانه انت متعديه بالكره توقف تاخذ بريوش ما تنجمش، كذا فما خبز واللي تاخذ خبز. به اجا نجيو للمشكل. طيب علاش احنا كل شهر شهرين الكوش مسكره؟ الكوش في اضراب. هالك واش ما تحبش تخرج خبز العبيد والعبيد تبدا تدور نهار كامل من 6 نتاع الصباح لل 10 نتاع الصباح تلوش تشري خبزه لصغارها. باهي بارك الله فيك، هذا السر. وين احنا جاوا بدون قلت لك ما كملتش حديثي، انا قلت لك جا قال لك هذايا اصنع لي يا سي محمد 10 ملايين كعبه باقات في النهار وهاو قداش بيعها، وهي الكلفه هما اعطونا الكلفه ماناش احنا، هما العامل يخلصوا فيهم، الفرينه يخلصوا فيهم، كل شيء يخلص فيهم، وانت واحنا عندنا برسنتاج 10% من الربح نتاعنا من الروسات. لكن الكلفه نتاعنا احنا نكلفوها تتكلف لنا كعبه باقات كيما نقولوا احنا ب 260 مليم. واحنا نبيعوها 70 مليم من الاخرين منين يجيبوها 60 مليم؟ الدوله امشي وتنعطيك. الدوله تقول لك برا اصنع يعيشك وتنعطيك. ونرجع لك. الشهر الاول، الثاني، الثالث، حتى لو وصلنا 14 شهر بقيمتهم 251 مليار. وكل خباز تشوف فيه راس ماله 150 مليون ولا 100 مليون كوشه، هو يحب من الدوله 100 مليون. وين مشاو الفلوس هذوك؟ الضمان الاجتماعي بعث له عدول منفذه، الباتين ده عدول منفذه، الخدامه مش خالصين، الكلام مش خالص، الخبازه بلعت ما عادش فيها شيء، اخر ما فما اللي كي جاء اخر جراف هذاك مشاو رقدوا حتى شهر كانوا مش ما عادش خارجين من فم وسلموا للمفاتح وقال لها من الفاتح ما عادش خادمين. في بالي صارت جلسات يعني جلسات ولقيتوا من خلالها شويه حلول. حملوا انا جايك هم جاوا كيما اول مره ما حبوش يعطونا ضربه واحده. وما عندهم فلوس ولا عندهم ولا ما عندناش احنا، راهو قلت لك مش لاعب. علاش صبرتوا 14 شهر سي محمد؟ 14 شهر ما عاد 14 شهر اللي صبرتوهم تستناو في الدعم باش يرجعوا لكم الدعم، علاش 14 شهر ما حكيتوش قبل ما توصلوا ل 14؟ قلت كل شهر احنا في مشكله،
كل شهر نبعثه مكتوب يعيشكم بلاش مشاكل يعيشكم. لشكون تبعثوه؟ لوزارة التجارة وزارة المالية. نعمل اجتماع غرفة وطنية في الاتحاد المركزي بتاع الاتحاد الصناعي والتجارة، ال 24 الولاية تلموا وقلنا بربي يصبروا علينا شوي، بربي يصبروا علينا شوي، يزحقوا آخر مخر آخر مرة ذيق 14 شهر معاش خباز معاش وزاد دخل مع الضمان الاجتماعي باش يخلصوا، جابوا لهم عود المنفذ باش يخلصوا. جات الخبازه من 1000 خباز جا للتعلم وباتوا نهارين نهارين باتوا في ميكا ليل ونهار والعباد بيتهم فهم قال لك ماناش خارجين من هنا الا ماتوا. معناتها باش مشيت انا والكيب اللي معايا وبرك رخينا من عام وزحلقنا للخبازه باش ياخذوا بخاطرنا، مشينا للاداره باش عطتنا تسهيلات شويه اللي هما تسهيلات اللي هما عطونا احنا نحبوا 14 شهر عطونا تو شهرين وقالوا في 10 نوفمبر باش يعطونا شهر و10 ديسمبر شهر يتبقوا لنا يعاودوا يرجعوا 10 شهور يقعدوا لا وزيدهم شهرين اخرين ولا 12 شهر عام اخر يعني. احنا قالوا لنا راه في 2021 2023 باش تحل المشكله. كيفاش تحل المشكله؟ اما باش احنا قلنا لهم انا كصاحب مخبز وكخباز ونعرف المواطنين، قلت له رجع الخبزه ب 250 مليم المواطن يشري فيها يلقاها خبزه طيبه وخبزه كذا بعتذر تنحي لك المشكله هذه ولا كيف الدعم الاخر. اذا كان المواطن يشريها ماشي ما نجمش ما نشريهاش 250 مش حاجه كبيره ياسر خاطر فما تتيش نتاع خبز فما برشا حاجات. احنا قلنا هذوك ينحون احنا صاع المشاكل اللي عندنا احنا وياهم. هذا مطالبكم سي هذا مطالبنا احنا احنا نطلبوا ونعاودوش نطلبوه ومازال عندنا جماعات اخرين. اذا يلزمني معاش الدعم للدوله ما عنديش فيها دخل. معاش حاشكم بالدعم سي محمد؟ لا حاشكم بالدعم دخلني فيه الدعم انا مانيش لاقوا فيه انا الدعم. لا يعني المخابز معاش حاشكم بها؟ حاتمش الدعم. اعطيني نبيع ب 250 مليون اعطيني ب 250 ولا 260 لا ما حاتيش. ولا الديون المتخلده رجعني اما معاش نبيع. لا 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 تفهمنا فيه مش يقسموا من على ثلاث مرات. العام هذاك اللي العام هذاك مش يقسموا بعد ثلاث مرات هذا اتفاق معنا معهم خاطر اذا كان ما يعملوش عمليه نفس العمليه المره الجايه باش يجوا الخبازه كامله 24 ولايه. ايش نسالك لهنا سي محمد سؤال؟ تفضل. طيب انتم تلميتوا 1000 خباز بمعدل قداش عندنا من المخبزه انتم؟ 3500 مصنفه 3500 نهار اللي جريفيت نتاع المخابز انتم 3500 مخبزه وقفتوا 12 مليون تونسي بلاش خبز. يعني ما فماش حلول بديله؟ ما وانت سيادتك وغيرك وغيرك كلموا معانا يعني ينقرفوا ونوقفوا الترين ونحطوا العصا في العشرة راهي العمليه ما لا لا ما يسمعوناش يعني لا عملنا اربع ونعملوا بالجوابات وبالتليجرامات وبالمحاضر رسميا وعملنا ثلاث اربع مرات. هل الاضراب هو الحل بالنسبه لكم؟ يعني كي تعمل اضراب مش اضراب مش اضراب سامحني مش اضراب توقيف عن العمل ما عادش عندي باش نشري الماده الاوليه. نقول لك حاجه المزوت غلى اربع مرات منين باش نشري المزوت انا؟ شريت المره الاولى ناكل فيها ب 10000 ولا ناكل ب 50 وفيها الفلوس اللي موجودين عندي العامل ما خلصتوش هرب قال لي مش خالص اما خير نسكر روحي ولا جي سكرني عاد المنفذ سامحني. هذا الاختلاف الوحيد. خذيتوا نتاع الشهر الاولانيين اللي قالوا الشهرين الاولانيين خذيناه خذيتوهم وقتها اليوم اي ان شاء الله وجهنا مبروك عليكم خذينا واحد اليوم وواحد بعد غدوه معناتها خاطر ما نجوش يعطيهم مع بعضهم بعض أي؟ احنا الاشكال وبعد لو 10 نوفمبر بعد لو 10 نوفمبر باش يعطيونا شهر اخر اي ولو 10 ديسمبر باش يعطيونا شهر اخر هذايا واحد من عام عندهم هم وان شاء الله ان شاء الله يتم بالوعد. ما كانش خبز كل باش تعاود توقف نهائي وانا نعطيك معلومه من توا قول لي مسيح نعلم الاداره ونعمل الشعب اذا كان ما يطبقوش معانا الاجراءات راهي الخبازه جابوا فتحهم وجاو في بالك جابوا جراري وجابوا راقدين مع بعضهم معناتها فما اللي جاب عيالات وقال لك معليش خذها وكل شيء نتاعك. نعطيك ملاحظه اكبر اكبر مشكله اكبر واحد تعب في القطاع نتاع بلادنا كامله هو الخباز يقوم في 9 نتاع الليل يفرق يحضر الخبز وانتم راقدين والعباد الكل تخدم ويجي الصباح يجي ما عنده يشرط عليه شرط سوى الكنترول. احنا عندنا كنترول معناتها كيفاش يقولها اربطه وقص عليه العلفه لا عندنا فلوس لا باش نخلص ولا يجي من جهه اخرى يقول لك ضمان الاجتماعي يقول لك اعطيني سنسات ما كانش نبعث لك على المنفذ والعمال كيف كيف. ولذا احنا بلاغ من هنا لجميع الخبازه صارنا نوعدهم ان شاء الله وعدونا راه باش ما نحبهم يحضروا خبز ارواح ونطلب من الدوله باش تتم بالوعد اللي قالته راهي لك انا ما تمتش راني مانيش مطالب هذا يعتبر انذار راهو اذا كان ما يتموش حسب الكلام اللي قلناه راهي الخبازه كلها ما عادش يهمها توجي في جام في وجهه الكل. باهي سي محمد باهي ديما فما اشكاليه بينكم بين المخابز العشوائيه انتم المخابز المصنفه فما مخابز غير مصنفه اللي انتم تعتبروهم عشوائيه. شنو هي المشكل اللي ما بيناتكم كما حكينا في الاول يعني هم يبيعوا مش مشكل يعني مش متحصلين على الدعم ومش مكلفين. ماهوش مشكل لا نعطيني حقي وخليه يبيع على روحه.
انا انتم تطالبوا بتسكيرهم المخابز؟ لا مش طالبين بتسكير، ما تنقل لك انتم حابين هاك تقول لك طالبين مش طالبين تسكير، ما تنقل لك نزيد نفسرك وفسر الموتني. اي بيس الدوله دوله تحسب لنا احنا كل مخبز زي ما تاخذ 10 قناطر فرينه تحضر 5000 كعبه باقات يوميا، الكلفه هذيك مصنوعه لك ال10 اشكاير ال10 قناطر العمال والكرا والضو اليوم كي تحلي انت بحذايا سيادتك وهذه سيادتك تحصروني انا نولي نخدم في 5 قناطر برك، نولي نصرف الكلفه على نصرف هي الكلفه نتاع 10 شكاير ونخدم في 5 برك، معناتها نولي نخدم نخسر من عندي الدوبل وقت اللي انت شكون حالي هذاك حالي كالمخبز اللي غير مصنف خاطر الدوله عندها حسابات راه. اي شنو المطلوب لهنا نسكروهم؟ لا 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 نحيوا لهم الخبز ما عادش ينزل الخبز. ما قلنا سكروه، احنا قلنا طبقوا القانون اللي هو الدوله كان عينها تحب تعطيهم هي تعود الحساب مره اخرى للخباز، فهو كانت عندها 3500 تولي تخسر 5000 خباز وتقسم الكلفه تصنع نتاع الخبز تقسم في عوض 3500 تقسم على 5000 عاد هنا يوليو ما عادش غير مصنفين يوليو مخابز مصنفه بر يخمل هما دي باتي صغير ماهمش مخابز مصنفه هكا هي ما تحبش الدوله ما تحبش تعطيهم الدعم وتحب تعطيهم لي انا باش نحي لي انا انا شوفي عايش كيما انتم هنا الاستديو فيه 10 عمال يلزمك تجيبوا وتحضروا 10 مرشيات باش تخلصوا بهم عمال احنا كيف كيف يلزمنا نخدموا 10 عندنا 10 عمال يلزمنا 10 شكاير اللي كان ما خدموش 10 شكاير نخسروا في الافار شكاير فرينا باش عندنا تكلف لنا ب 20 دينار عمال ولا ب 40 دينار تكلف لنا ب 60 المطلوب لهنا دونك الغير مصنفه تدخل في منظومه التصنيف تولي مصنفه وكيكا الكلفه نتاع الانتاج نتاع 5 قناطر ولا اللي هو دونك تتقسم على الناس الكل تطلع بصفه ما تعديهاش الدوله متكيف الدوله مش عليها الخبز تولي ب 700 ما هي كلفه هي كلفه هي ساعدها الدوله تولي 700 ما ساعدهاش شكون باش يشريها؟ ها؟ مش رايح مش رايح لا حد لا يشري حد ولا الدوله ساعدها تدعم هذاك احنا مطيحين لها في الدعم في الكلفه 190 مليم بالله شنو 190 مليم ما يجيش حتى الحق العام اللي يخدم فيها اي احنا مطيحين لها بالكثر نخدموا بزايد باش نحضروا المواطن باش يعود نخدموا في عود 3500 في عود 5000 وهل يساعدوا هنا الغير مصنف يدخل في المنظومه نتاع التصنيف؟ ها؟ يعني اللي غير العشوائيين اللي تقولوا عليهم انتم عشوائيين اللي هم دي باتيسري غير مصنف مين يساعدهم؟ اي مين يجموش؟ يساعدهم هم ما يساعدهم وهم ما يساعدهم هم ما يساعدهمش انتم علاش طالبوا الدولة ما يساعدهمش؟ لا انا نخاف منهم مش خاف منهم انا مش خايف من هذاك مش خليهم مروحهم اما ما تنقصليش الكميه نتاع الخبز مني انا قلت لك نخدم في 6 ملايين و500 قنطار في العام هي مش الدولة تنقص لك هو في الطلب بينقص خاطر هما باش يوليو العباد يشريو من عندهم زيادة انا نخدم معاون مع الدولة انا نخدم صانع يعني الدولة يعني الدولة تقول لك لازمك قداش من خبزة في النهار قداش من باقيت تعطيني الكوفة نتاع 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 10 5000 خبزة واضح تقول لي اصنع لي 5000 خبزة بيعها بمليون في النهار قسمك المليون هذاك على الترونش هذيك باش يتبقى لك انت فيهم 10% واضح والبقية كي نخدم انا 9 برك ما عادش عندي ما عادش راس المال مشي الكلفه الكلفه نتاع ولد على 9 ما عادش على 10 انت تعرف تحسب تو كيما قلت مسترتك استديو كيما هذايا فما فرق ما بين نجيبوا 10 مرشيات نخدموهم هنا كيما نجيبوا 5 برك كي نجيبوا 5 ما نقولش يخلصوك حتى انتم واضح واضح سي محمد لا واضح 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 لا فسروا بربي للمواطنين احنا احنا حتى احنا نحاولوا احنا جبناك اليوم باش تفسر للمواطنين علاش ديما فما اشكاليه في المخابز المصنفه والمخابز اللي نعرفوها الناس الكل علاش ديما مثلا انتم عندكم مطالب بوختون تتمتعوا بالدعم وغيركم ما يتمتعش بالدعم ويخدموا مطالب به فهمنا تو هاك فهمتنا انت هل لو كان ما توصلتوش الحل مع الدولة مع الحكومة مع وزارة التجارة ومع وزارة المالية هل نجموا نشاهدوا تصعيد الشهر الجاي ولا اللي بعده؟ لا اللي بعد احنا ان شاء الله كل شهر عنده تصعيد هو اذا كان كل شهر مستعدين لتصعيد انتم مش مستعيد مش مستعيد احنا ما عندهمش باش يصنعوا الخبز راهو يفهموا يا مواطنين راهو ما عندهمش يصنعوا الخبز راهو يصنعوا فلوس كل يوم نلمدوا كروشات يصنعوا بها كيما نخش نصنع مني باش نسكر ولا يقول لك نسكر احنا في الشهرين هذوما نعتبروا خذيناهم فما شهر باش يدخل نهار 10 قالوا لنا نوفمبر واضح كان ادخل مرحبا به نسعوا به نكملوا به والله ما باش ياخذوا الخباز اكد باش يخلصوا به الماده الاوليه نتاع البحر واضح عنده حتى محمد في ديسمبر كان ما عملوش راه باش ترجع الخباز تجيك العاده في ديسمبر نفس العمليه في جام في هذاك والمواطن مسكين تحت السقف نطلع عليه المواطن الحقيقه تكلموا علينا انتم مش انا احنا علاش تحضر معنا في بلاك ميتا احنا رانا الدوله باش انتم تعبروا باش المواطن يفهم يا سيدي نطلب من المواطن العذر راهو انتم نطلب منه اللي راهو مانيش منا احنا نقرفوا راهو اذا كان ترضي انت اخوك ولا جارك ولا كذا يدخل الحب فما عندنا 800 خباز شيكاتهم راجعه تو نجيبهم لك
واضح. ترضوا اذا كانوا يرضوا الشعب زاد يخلونا احنا شركتنا راجعه. واضح. بابا عائلات زاد ما قالش ربي احنا نصنع في الخبز وكل شيء. ان شاء الله ان شاء الله فما حلول. ان شاء الله الدوله تلقى لكم حلول والحكومه وكل الجهات المعنيه. ظهر لي ميساجكم وصل له، عرفنا اليوم مطالبكم وعرفنا شنو مشاكلكم. على الاقل انا كمواطنه اليوم نحسب روحي مواطنه ونكونسومي في الخبز، نعرف انا علاش عاملين غريف. تنعطي بالكلام بارسيلمون. لا يعطيني كان حاجه صريح نحكي فيها في الاوف. أنا انا اي حاجه، اي مواطن نعطيهم رؤيه، اي مواطن يحب يسال علاش نقول ما عندنا شيء، ناكد لك بواحد واحد شوي اثنين. اذا كان تعطيني باش نصنع لك الخبز اعطيني ماده دوليه. مانيش هي منظومه كل لازمها تعاود تتراجع الظاهر لي ونحكيو اكثر. سي محمد بوعنين مشكور على حضورك. سي محمد رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المخابز، شكرا على التوضيح، شكرا على المعلومات. الحاجه اللي كنا نجهلوها حقيقه انا اليوم عرفناها منك. انا نستسمحكم باش نمشي بحذا الشيف. تحيه الشيف، عندنا غرسة الملح هذا اللي قلت لي. ها؟ مرحبا. كان قطعوا علينا الخبز شيف، نعملوا خبزنا على روحنا احنا. احنا عندنا شيف محمد نعملوا الخبز على روحنا. ما نجمش نزاحمهم في الخبز خاطر مانيش. وعندنا ورده ما تخليهاش بينا. اي داكوردو معاك، ما انا ما نجمش نزاحم كوشه في الخبز. بيان سور ربي يجيب لهم القسم الناس الكل. نعمل جوست شويه للدار باش وقت هما وقت اللي هما يقرفوا العباد تلقى حتى باش تخلط كعبه ملاوي. اه صحيح. هاو الرسمي. وي وي سي فري. الوغ شيف. الوغ انا باش نخلط المالح توا. اللي هو بانكيك سالي. ناخذ نفس الباك والمكونات هي هي نفس الخليط، نجي نصبه في الشكاره الشقاله بتاعنا. وي. لكن هذا باش نحطوا عليه جبن مريح. الوغ باش يكون جبن. كيفاش هذا؟ شنو كيفاش هذا؟ يعني البات نحطوا فيها الجبن؟ ايه كيما النان هذا يا شيف. ليه بانكيك سالي. البانكيك اما نحكي لك فيه الجبن. خاطر نعني نحط فيه الجبن من بالحق؟ والله سنة غينا وغ. لا لا هاني نتعلم في حاجة جديدة. مالا ما تدخلش شعبين في قعبين على خاطر شعبين في قعبين. ايه مش هو بيدو مغرفة. اثنين ثلاثة كالعادة. ونجي نحط 300 ميلي ماء للخليط نتاعنا. الوغ بعد نجي نحط الجبن باش نحط انا لي تخوا فخوماج هذوما غابي تخوا فخوماج مريح وباش نزيدهم الفخوماج فومي بزاده باش نعمل باش نبرشو باش نعملو غابي ونزوزو في وسط الخليط نتاعي ونطيبو بانكيك. لكن باش نزيدو شويه ملح بانسي صغيره هو نوتر ديجا هو ما فيهش ياسر سكر جوست سكر نتاع اللي بشي حمار بركة ماهوش ما فيهش كميه كبيره بالسكر. وي هذا هما لي سوكري ديجا هذوك اللي بالبيبيت دو شوكولا. واضح. هكا بدلت الرسات حطيت لها بيبيت دو شوكولا حتى اللي ما يحبش يحط لها حتى شيء ياكلها كيما هي. حاضره باش نجم نذوق اونتخ اكيد اكيد نجم نذوق دو توت فاسون. هوني نجي ونحط شوية جبن مريح في الخلطة متاعنا. تشوف بنهم بجبن مستانسة نعملهم بجبن. أنا عمري ما دقت ونحط بنينة برشا. أنا نخشف معاك هذاك ديجا دخلت قابل في شعبين أنا حسيتني. مش مشكل يا صافي. أنت هوني ما تصحح لي المعلومات. لا لا مش مشكل أنا مستانسة بهم ملحين كم نحب ياسر الملح أكثر من الحلو. وي. ما ناكلش ياسر الحلو نخير الملح. خلي الحلو لنا احنا. نخليكم الحلو لكم أنتوما. نولي نحط بالفخوماج. بالفخوماج حاجة بنينة ياسر في في البانكيك هذوما يتاكلوا مالحين. ألوغ نجي نخلط الجبن نتاعي في وسط البانكيك. تحطوا اللي تحبوا جبن، تحطوا غرويير، تحطوا كومباني، تحطوا موتزاريلا، الكل راهو يمشي معاه. الفيمي لا فو الفيمي هاو جو في لو غابي. فما اللي باللاي نوار زاد شيف. فما اللي باللاي نوار. هذوما الكل نجموا نحطوهم في وسط البانكيك نتاعنا ونطيبوهم ومن بعد نوريكم كي تيب كي نجبدوها هكا تشوف. تتلستك. تتلستك. اخرج فاصل يا صافي نخرج باش من بعد نجي تعطيني كعيبه تتلستك. فوالا اكيد. دونك احنا خلينا نخرج فاصل قصير ونرجع نكملوا معاكم طبعا بقيه الضيوف وبقيه فقراتنا حلقه اليوم. فاصل ونرجع لكم.
وردة سرنا المحبة. ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيير تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة وعلى عزاز علينا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ومية العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشق. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفي. من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا، عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور، باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر من الدنيا. بدا نغزو وفعلا صحيحة. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين، برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا، وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس. الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب.
عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي، حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is good.